أستاذ زهراش، اليوم يوم حزين بالنسبة لكم، الوفاة ديال الموكلة ديالكم أسماء الحلاوي. واش غادي نقول لك في هذه اللحظة؟ هذه ما يمكن الإنسان إلا أن يقول ما يقول عز وجل، إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزق الأسرة ديالها والعائلة ديالها الصبر. أسماء حلاوي أنا بالنسبة لي كدفاع ديالها، واللي عشت معها كل اللحظات ديال الاستماع والتقديم والمحاكمة والعرض ديال الأشرطة والحالات المحطات اللي كانت تهجم عليها، كانت إنسانة كتملك من الشجاعة والقوة ما يعني واحد إنسانة عجيبة بزاف، بحيث أنها استطعت تكسر طابو ديال الصمت بالنسبة لما يتعرض له النساء في العمل من استغلال جنسي ومن التجارة بالبشر. أنا بالنسبة لي كان اتصال بيني وبين هذه واحد 15 يوم لما تهجم عليها النقيب زيان باعتباره كان دفاع ديالته في قبو عجرين، ووصفها بأوسع أبشع الأوصاف. قالت لي أستاذ زهراج أنا باغي نعمل به شكاية على ديك الأوصاف اللي وصفني أمام المحكمة الابتدائية أو في شي ندوة صحفية جو مغابي الباب بيان. وقلت لها بنتي شوف تريتي الإنسان يعني اللي فيه يكفيه نقيب زيان، ويعني رغم أنه تهجم عليها في الجلسة وتهجم عليها ومن بعد، فقلت لها ودي تريتي وتنتشوفوا نشوفوا شنو غادي نعملوا في هاد التصريحات ديالو الأخيرة. هي سولتني كذلك على قضية ديال التنفيذ ديال الأحكام، فلقينا بأنه المتهم هرب كل ما يملك، كل ما يمكن يكون موضوع تنفيذ ديال ديك الأحكام القضائية. أنا بالنسبة لي أسماء حلاوي تنعتبرها شهيدة ديال ضحايا الاعتداءات الجنسية والاتجار في البشر، وخص هذوك الناس اللي مشاو كيبكيو عليهم ويشكيو عليهم أثناء المحاكمة واعتبروا بأنه هذاك الاعتقال ديال الرجل اعتقال تعسفي، واليوم أصبح حكم قضائي نهائي أنهم ماشي يعتذروا للدفاع ولا للضحايا، خاصهم يعتذروا للروح ديال هاد السيدة هادي اللي حنايا أمامكم وأمام العائلة ديالها وأمام أصدقاء ديالها كنجددوا العهد على أنها الروح ديالها غتبقى كترفرف في الجمعية عندها ديال جمعية حقوق الضحايا، لأنها كانت من المؤسسين ديالها وكانت من الداعمين ديالها وكانت عندها الجرأة لطرح مشكلتها وتشجع النساء باش اللي كيتعرضوا لهذا النوع من الاعتداءات باش يواجهوا هذا المصير ديالهم وباش يطرحوا هذه القضية. رحمة الله عليها ورزق الله أسرتها وزوجها زميلكم مبارك الصحفي وكل الزملاء والزميلات في المجال المهني ديالكم الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه. مش هتستمر القضية يا أستاذ؟ هتستمروا في الدفاع عن الروح ديالنا؟ بيان سيغ احنا ما نتخلاوش على هذه المسائل، احنا هذه المسائل هذه ما يمكن إلا نتبعوها إلى أبعد مدى، ما يمكنش نتخلاو عليهم، وخاصة احنا بالنسبة لنا الروح ديالنا غتبقى مسائل ديالها أمانة في العنق ديالنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكرا أستاذ زهراش، كنتم معنا المباشر المشاهدين لحدث زواتكار من أمام مصر حالة وفاة فيها الصحفية أسماء الحلاوي، كما يقول الأستاذ هي ضحية الاعتداء والاستجار في البشر، والقضية اللي كانت معروفة أمام أو معروضة أمام المحاكم فيما يخص قضية الصحفي توفيق بو عشرين والضحايا ديالو. نلتقي في مباشر آخر دائما على قناتكم الحدث بنسكات. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.